التخطيط ترسل إلى وزارة التخطيط ويتم مراجعتها وتقييم متطلبات الإدراج وفي يعني خطط التنمية الوطنية والتنمية المحلية وتوزيع التخصيصات، نراجع توزيع التخصيصات على مختلف الأقضية والنواحي، نشوف هناك توازن مكاني وعدالة في توزيع هذه التخصيصات. نعم. وبعدها يتم إقرارها إذا توفرت كل متطلبات الإدراج. ستنفذ هنا مباشرة؟ من نعم. يتم إقرارها تتولى محافظة بغداد إعلانها سواء يعني حسب صلاحية محافظة بغداد. المشاريع اللي كلفتها أقل من 6 مليار ممكن يعلنها ويحلها بشكل مباشر، هو لشركات هو يختارها وفق الضوابط ذات العلاقة، أو إذا أكثر مبالغها فها يتم اللجوء إلى المناقصات عادة يعني في ذلك. نعم. طبعا هذه بالإضافة مثل ما قال المهندس ياسر، بالإضافة إلى هذه المشاريع في منطقة شرق قناة الشرطة سيمر الطريق استراتيجي مهم، هو الطريق الحلق الرابع. هذا الطريق راح يبتدي بهذه المناطق ويمر بعدها في الشعب، في جزيرة بغداد السياحية، في الكاظمية، في مناطق الصابيات، في الشعلة، ويصل إلى مطار بغداد، وبعد ذلك يتجه إلى جنوب بغداد اليوسفية بين بغداد وبين اليوسفية والمحمودية، ويتجه بعدين إلى المدائن وبسماية ومدينة علي الوردي والنهروان، ويرجع يرتبط يعبر النهر الدياله ويرتبط في قضاء الزوارة. أهمية بالنسبة لهذه المنطقة؟ طبعا هذا مهم جدا. نعم. لأن هذا دائما الطرق الحلقية تسهم في نهضة تنموية وعمرانية حول مدينة بغداد وحول المناطق أيضا المحيطة في مدينة بغداد، وتقلل من التركز، من التركز والاختناقات المرورية والتكدس الوظائف في وسط مدينة بغداد راح تقلل منها. وبالتالي عندما هذا المحور التنموي اللي هو حوالي 100 كيلومتر حول مدينة بغداد، نخلق محور تنموي مكاني عمراني كبير حول مدينة 100 كيلومتر، هذا راح يشجع على أنه حول الطريق راح تكون فرص عمل، صناعة أو زراعة أو تجارة. نعم. وبالتالي السكان راح أنه هذه الأراضي بدل ما نوزع لهم مساعدات حتى أراضيهم قيمتها سترتفع.